الكبيرة. هي 11 لاعبة التنس في الوطن العربي، حققت العديد من البطولات المحلية والقطرية والعالمية، وكان لاعب التنس المفضل لديها عندما كانت طفلة هو الأمريكي أندي روديك، وهي واحدة من 12 لاعبا حصلوا على جائزة لاعبة جراند سلام الدولية. وموقع مقالاتي ومن خلال المقال التالي سيتحدث تفصيلا عن حياة اللاعبة المحترفة لكرة التنس أنس جابر. من هي أنس جابر؟ إن أنس جابر هي لاعبة تنس تونسية الجنسية، وهي اللاعبة العربية والإفريقية الأعلى تصنيفا في تاريخ رابطة محترفات التنس، كما أنها رقم واحد حاليا بحسب تصنيف رابطة محترفات التنس. ولا بد من الإشادة بأنها أول امرأة عربية تصل إلى مرحلة الربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى لكرة المضرب. أنس جابر، السيرة الذاتية. تعتبر أنس جابر أشهر لاعبة تنس ليس في تونس وحسب، بل على مستوى الوطن العربي، فهي أول لاعبة عربية في تاريخ كرة التنس تصل إلى مرحلة ربع نهائي بطولة جراند سلام. وفيما يلي السيرة الذاتية لأنس جابر، الاسم الكامل أنس رضا جابر، اسم الأب رضا جابر، مكان الميلاد قصر ولاية المنستير هلال في تونس، تاريخ الميلاد 28 من أغسطس آب في عام 1994 ميلادي، عدد الأشقاء 3، الطول 167 متر، الجنسية تحمل الجنسية التونسية، الوزن 67 كيلوغرام، مهارات اللعب تستخدم اليد اليمنى وتؤدي ضربة خلفية باليدين. عمر أنس جابر، تبلغ أنس جابر عمر 28 عاما، حيث أنها ولدت في 28 من أغسطس آب في عام 1994 لأبوين تونسيين في قصر هلال، وهي مدينة تابعة لولاية المنستير، ولديها 3 أشقاء، شقيقان كبيران حاتم ومروان، وشقيقة كبرى اسمها ياسمين. كان لوالدتها دور في حبها للتنس، فقد لعبت والدتها التنس بشكل هاوي وعرفتها على الرياضة عندما كانت في 3 من عمرها، وتدربت أنس جابر تحت قيادة المدرب نبيل مليكة لمدة 10 سنوات من سن 4 إلى 13، حيث كانت قد بدأت في التدريب لديه في مركز ترويج التنس في مدرستها. إنجازات أنس جابر، حصدت أنس خلال مشوارها الرياضي العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، وفيما يلي الألقاب والجوائز التي حصلت عليها. وصلت إلى نهائيين 2 من منافسات رابطة محترفات التنس، أحدهما في كأس الكرملين عام 2018 على المستوى الأول في روسيا. فازت أنس ب11 لقبا فرديا ولقب زوجي واحد في بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات. حصلت على أعلى تصنيف فردي لها وهو المرتبة 51 عالميا في 9 من سبتمبر عام 2019. حصلت على الترتيب 241 في تصنيفات الزوجي، وذلك في 13 مايو عام 2019. فازت بلقب الفردي للفتيات في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2011، وبذلك حققت أكبر نجاح لها في فئة الناشئين. وصلت أنس إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 في فردي السيدات، وبذلك أصبحت أول لاعبة عربية بالتاريخ تصل إلى ربع نهائي بطولة جراند سلام. فازت بأكبر لقب لها في بطولة مدريد للماسترز عام 2022، وهو حدث 1000 نقطة، لتصبح أول لاعبة أفريقية تفوز بلقب هذا المستوى. المسيرة الاحترافية لأنس جابر، بدأت أنس التدرب على كرة التنس عندما كانت في المدرسة الابتدائية، فعندما كانت في 10 من عمرها لم يكن في ناديها ملاعب تنس، وكان بإمكانها التدرب فقط في ملاعب الفنادق القريبة من منزلها. وعندما بلغت 12 من عمرها انتقلت جابر إلى العاصمة تونس والتحقت بالمعهد الرياضي بالمنزة، وهي مدرسة ثانوية رياضية وطنية للرياضيين الصاعدين، ومكثت فيه لعدة سنوات. وعندما أصبحت في عمر 16 عاما بدأت تتدرب في بلجيكا وفرنسا، وظهرت لأول مرة أثناء سحب رابطة محترفات التنس الرئيسي في سن 17 كبطاقة دعوة في بطولة قطر المفتوحة للتنس في فبراير عام 2012، إلا أنها خسرت في أول مباراة لها في مسيرتها أمام المصنفة 103 فيرجيني رازانو في 3 مجموعات. وفي الأسبوع التالي حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في التصنيفات في بطولة دبي للتنس، وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالفها ولم تتأهل، إلا أنها هزمت المصنفة 33 عالميا تشينج جي بترتيب 1169. من هو زوج أنس جابر؟ إن زوج أنس جابر هو كريم كمون، تزوجا في 31 من شهر أكتوبر من عام 2015،
وذلك بعد مرور سنوات عديدة على تعارفهما. والجدير بالذكر أن كريم كمون روسي الجنسية، فوالده روسي ووالدته تونسية، وهو مبارز روسي تونسي سابق يعمل كمدرب للياقة البدنية منذ منتصف عام 2017 ويعمل في الجامعة التونسية للتنس. انستغرام أنس جابر. لذا أنس جابر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تشارك من خلاله متابعيها صورها ولقطات من المباريات التي تلعبها، ولديها حوالي 500 ألف متابع على حسابها الرسمي على انستغرام. نهائي ويمبلدون. مشجع تونسي يفاجئ الشوالي بطلب غريب في المباشر. عاشت الجماهير التونسية يوم الخميس حدثا تاريخيا ببلوغ نجمتهم أنس جابر الدور النهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لتصبح أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز في جميع بطولات التنس الكبرى جراند سلام. وفي بعد نهاية مباراة أنس ضد اللاعبة الألمانية تيتانيا ماريا المصنفة 103 عالميا، كان مراسل قنوات بي إن سبورتس إبراهيم خضرة ينقل أجواء وتفاعلات الجماهير التونسية عند مغادرتها الملعب على الهواء مباشرة، فحدثت المفاجأة ووجه أحد المشجعين طلبا فريدا من نوعه. وبهذا نكون قد تعرفنا على من هي أنس جابر، وهي لاعبة كرة تنس تونسية محترفة. وتحدث المقال عن أبرز بطولاتها بالإضافة إلى الحديث عن عمرها وزوجها، ليختم المقال بحسابها الرسمي على إنستغرام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.